خلينا نتكلم في نقطة بتشغلنا كلنا كمتابعين لهذه العملية، وهي كل المخلفات اللي جرت. مش هنقعد نفندها لأن خلاص كلنا يعني قتلت بحثا زي ما بيقولوا نعم في كل البرامج وفي كل الصحف، ولكن هل ايه المتوقع؟ يعني البيان او الخبر اللي طلع فرونت بيج اللي هو قانون، مشروع اصدار قانون علشان خاطر اتعامل مع هذه المشكله في المرحله الثانيه، هل ممكن فعلا يكون في وقت ان يطلع القانون دوت بحيث ان نتفادى كل هذه المخلفات اللي كان منها جسيم واللي كان منها بسيط في المرحله الثانيه والثالثه، بالنسبة ولا ده مش متوقع؟ للانتخابات، المخلفات اللي تمت سواء في الفرز او سواء في العمليه اللجان نفسها. أولا في كذا مخلفتين حصلوا في الانتخابات. نمرة واحد، الجانب الشكلي الأول والمحدد بالقانون، وهو الدعاية خارج اللجان الانتخابية أو قبل الانتخابات صحيح. ب 24 ساعة أو 48 ساعة، يجب أن توقف تماما الدعاية الانتخابية ولا تمارس أمام اللجان الانتخابية أو قبل الانتخابات مباشرة. حدث تجاوز ومخالفة لذلك، واستمرت الدعاية الانتخابية حتى يوم الانتخابات وأمام اللجان. نمرة اتنين، أن هناك حدث تأخر من قبل القضاة، بعض القضاة في بعض اللجان، مما أثر على عملية توقيت بدء الانتخابات في اللجنة، لجان متعددة، وبصرف النظر عن عددها، إنما في مجمل على مجمل اللجان على المستوى القومي تعتبر نسبة قليل. نمرة ثلاثة، أن هناك كثير من الكشوف لم تكن مختومة أو موقعا عليها من القاضي، وبالتالي سيتم تجاوز ذلك وإعداد الكشوف بشكل جيد، وتبدأ اللجان الانتخابية في موعدها، وفي نفس الوقت يتم التشدد على عدم أو ضرورة الالتزام بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان أو التأثير على مواطنين. ويمكن زي ما حضرتك أشرت للخبر اللي وصل الأمر، أن تدخل محافظ الإسكندرية وقام بنفسه أثناء الجولة على لجان الانتخابات بطرد ممثلي أحزاب معينين يقومون بالدعاية الانتخابية المباشرة أمام اللجان بس دي الانتخابية. محافظة من 9 محافظات النهاردة أعتقد الكل بالفعل الدعاية هيطبق الانتخابية ذلك. مستمرة، وأكيد حضرتك رصدتها في الشوارع. الكل سيطبق ذلك، وإن كان إذا حدث أي تجاوزات بسيطة على المستوى القومي لا تؤثر في المجمل العام بالنسبة لهذه التجربة غير المسبوقة في تاريخ مصر، لأن فعلا عرس ديمقراطي أن يقف المواطنون بكل أطيافهم في هذه الطوابير الطويلة جدا. وحضرتك بس النهارده مش طويلة، النهارده لا، الإقبال محدود. النهارده بقول لحضرتك، ما ده عايز أنا أعرف ليه بقى، بس عايز سريع أوضح علشان دي خاطر عايز أوضح دي اتفضل. أولا كان الجزء الأولاني، عشان أنا أخش ممكن أقعد 10 دقائق داخل اللجنة عشان ابحث عن الاسم اللي انا هختاره تمام من ضمن الكشوف اللي قد دلوقتي تتضمن اسرع اسرع على طول. هم مثلا بالنسبه اولا خلاص فردي يعني. القوائم خرجت اوكي تماما، اوكي وبعدين المطلوب دلوقتي هو اختيار في الفردي اسمين اتنين، يعني لان في العاده وبالتالي هيبقى الوقت ضيق، بالاضافه الى اطمئنان المواطنين الى عمليه التنظيم الجيد، فهنا بدا فممكن يروحوا يقسموا اي وقت، وجوههم مش لازم الصبح، على مش لازم نمره ثلاثه. قد لا يكون الاقبال بنسبه كبيره جدا كما حدث في الجوله الاولى، لان كثير من الناخب اللي كانوا رايحين عشان مرشحين معينين وخرجوا من الجوله الاولى قد لا يذهبوا هذه المره ما دام مرشحهم قد طب وهل ده صح؟ لا مش صح، وان كان ده توقع، وان كانت النسبه دي لن تكون كبيره. تمام، لن تكون يعني كبيره في اسباب عديده، يعني ما بالظبط فيش سبب معين. نعم. استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم، بنشكرك جدا نورتنا، وان شاء الله النهارده أشكرك. هنعرف نتائج التوقعات دي هتكون ان شاء الله باذن الله. كلام عن الانتخابات مش هيخلص، بس اكيد محتاجين بريك شويه، محتاجين فاصل، فهنتكلم عن موضوع تاني خالص، مبادره الحقيقه ايجابيه جدا جدا في بناء مصر الجديده، احنا كلنا عايزينها تبقى زي الفل. هنروح نشوف المبادره ديت مع دينا بس بعد الفاصل. نهاركم سعيد.